استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر، حيث عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة موسعة شملت وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث رحب السيد الرئيس بصاحب السمو وبلغ تحياته إلى الملك سلمان متمنيا له دوام الصحة والعافية، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية زيارته العزيزة إلى مصر، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان مغادرا بلده الثاني مصر.